هنا 52 سنه احنا ساكنين في هاد باتو الروح، وخوتي خلقوا هنايا، ودابا الوالده مسكينه هي في الدار مشله، لا يدها لا رجلها، ما كتهضر ما كتكلم. عيطت لي قالت لي سردت هذيك، قالت لي اجي دابا واحد السيد عجبوها لي. اللي جينا كنجبروا السيدعات، جابوا السيدعات قال لك خصكم تخرجوا. جابوها انا نهار الجمعه في 5 د العشيه، اللي جابوها في 5 د العشيه قالوا لنا نهار الاثنين تمشيو للمحكمه، والسيدعات كيجيو نهار الجمعه. السيدعات خصهم 15 يوم 20 يوم، علاش وخلعونا. دابا الوالده مسكينه كتبكي، والناس هنا اللي خلق هنا شحال النساء هجاج المسكانين الله يحسن العون، كينوضوا في 7 الصباح كيمشيو يخدموا، شحال كيعطيولهم 50 درهم. علاش هذا الظلم هذا؟ علاش يقهرونا وتعدوا علينا ومرطونا هيدا، خلونا كنترعدوا كل شيء. هذا دابا حنا نقوزوا هذا رمضان، والله ما نقوزوه بخير وعلى خير، كنخمو دابا نهار الاثنين ماشي المحكمه، غدا ان شاء الله في 12 النهار، وحنا غنطلبوا حتى حنا غنطلبوا المهله ونعملوا حتى حنا المحامين ديالنا وكل شيء. هذه رساله موجهه مع الساكنه ديال باتي الرواح الى جميع السلطات اللي كاينه في طنجه. حنايا راه ساكنين في هذه الحومه هذه في زنقه صلاح الدين الايوبي، العقبه بلايا المسمى بالسربانتيس، كثر من 70 سنه وحنايا ساكنين هنايا. جات الشركه في 1994 شرات من عند مكالزا اللي كنا حنايا شاريين من عندهم. ملي وصلت 2022 بانوا لهم يعملوا المشاريع الكبرى، هادو موليس، هادو باركيات، وهذيك بغاو يجرعوا علينا حنايا الدراويش من هنايا يخرجوا لنا يدنا على قلبنا. حنايا ما خصنا تعويض، ما خصنا ارض، ما خصنا سكن اقتصادي، حنا خصنا بحال اللي رممتوا التياترو ديال سربانتي، خسرتوا عليه الالاف ديال الدولارات، الملايين اللي خسرتوا على التياترو ديال سربانتي كانوا ساكنين فيه الجنون، اجيو خسروا واحد النسبه ديال الثلث هذوك الفلوس اللي خسرتهم على التياترو ديال سربانتي، اجيو خسروهم على هذه السكينه هذه واللي عنده شي دار، عيانا رموا له. اما باش تعداو علينا تخرجوا لنا، تدخلوا لنا خرجوا، اولا تعطيونا في شي موقع حنا خارج على طنجه ب 20 كيلومتر 30 كيلومتر، لا، حنا خلقنا هنايا، تربينا هنايا، كبرنا هنايا، عملنا ولادنا هنايا، وغنموتوا هنايا باذن الله، راه ما كاينش الا عادي يخرجنا قانونيا. والشركه اللي رافعه علينا دعوه راه كنعطيوها الواجبات ديالها، في شهر 3 تخلصت في الكرا ديالها، راه ما كتسال حتى شي واحد. الشركه بانت لها مع شركه اخرى مشاريع كبرى، وبغاو يتعداو علينا حنايا الدراويش يخرجونا من هنايا، وحنا راه ما خارجين شي. وعاش الملك. اللي كنطالب انا من الشركه تدار معنا بكل شفافيه، وكما صلحوا التياترو ديال سربانتي وصلحوا الشوارع وصلحوا العمارات وصلحوا مدينه قديمه، حتى حنايا من هذوك الناس، حتى حنا راه 70 سنه وحنا حنا طنجاوه حرين، حنا هما الاولى كانوا خصهم يصلحوا لنا، عادي يمشي يصلحوا موتى اخر. هما مشاو للاماكن اللي هي معوطه صلحوها، وخلونا حنايا اللي مضيعين، عملوا التقرير ديالو وتفاهموا مع بعضياتهم الشركه مع المحامين، وباغيين يخرجوا الدراويش حيت عارفين عباد الله الحاله الماديه ديالها، الناس ما عندها شي، ما خدامه شي بايطاليا، راه جاب لهم الله يعملوهم في كرشو مع يجريو عليهم ساهلين، عايجيهم ساهلين. وهاد الناس واخا راه ما عندهم شي راه عندهم الله، راه صعابين باش يخرجوا لك. انت هنا جيتي شريت، انت جيتي دخلتي علينا ملي شريتي هاد الاملاك هادي، كنا حنايا ساكنين حاليا هي. ملي كيجي شي زبون جديد كيبغي يشري شي دار، كتفاهم معاه وكتخلص في الكونترا، كتبدل الكونتراتو وكتجبر النسبه ديالها في الكونتراتو، وكتجيب ساكن جديد، وهذا بالنسبه ديال المقدار كتجبر 10000 درهم كل كونتراتو كيتبدل ديال الدار، كتجبر مقدارو 10000 ديال درهم. وحنايا السومه الكرائيه ديالنا كنخلصوها كل شهر، الا حتى نهار الجمعه جابوا لنا استدعاء ديال المحكمه بالافراغ، وهما على جابوها لنا الجمعه، يعني عندنا يومين حنايا خصنا نقاليزيو فيها الوراق، خصنا ندبروا محامي، وخصنا نجمعوا راسنا ونمشيو للمحكمه. اذا كانوا هاد الناس هادو عاملين شي مؤامره علينا ومتفاهمين علينا مع شي وحدين اخرين، راه حنايا ما خارجين لكم شي من هنايا، وراه ما غنتفاهموا شي معاكم، ما خصنا لا تعويض لا ارض لا والو. اللي خصنا حنايا كنطالبوه هو تجي ترموا لنا الحومه ديالنا، حيت الحومه ديالنا تبنات في 1854 كانوا ساكنين هنايا العسكر الانجليز قبل تياترو سربانتيس اللي سكتفوا عليه 1913، حنايا 1854 كانوا ساكنين هنايا، كانوا سباقا طنجه دوليه، كانوا ساكنين العسكر الانجليز هنايا مجوجين في الديور هادو. يعني هذه بيد باتي الرواح راه هي معلمه تاريخيه من المعالم ديال التاريخيه ديال طنجه، هي الاولانيه كخصها ترمم في طنجه. هما اللي هم لينا حنايا
قال لك هادشي اين السقوطك؟ السبب شنو هو؟ باش يبنيو هما المشاريع الكبرى ديالهم، يعملوا باركيات تحت الارض، ويعملوا ناطحات السحب، ويعملوا الموليس، ويعملوا اوتيلز ديالهم، وحنايا عايصيفطونا ما نعرفين عايصيفطونا الغابه يسكنونا. اللهم هذا منكر. هاد الشركه اللي مني شرات عن طريق الانترنت، يعني هي في البلان، ما شافتش هذا الضرر وهادشي اللي كاين هنايا. ملي جا وعمل المعاينه وشاف بعينه تفاجئ، قال شنو هي؟ قال اول حاجه الزياده في الساومه الكرائيه. واحد المره حنا جالسين استدعانا فجاه، قال لك اجيو تسنيو، قلنا له غنسنيو اسيدي، قال لك عاد تسنيو على الزياده ب 70%، وعاد تسنيو بان السكن غير لائق، فنحن نتبرأ اذا وقع حادث او وقعت موت او اي شيء من هذا القبيل. الغلاد الناس هنا عندهم اكثر من 30 سنه، اما انا المتكلم فولدت هنا وكان هنا اليهود والاسبان. اما في الاصل فكانت هي عباره عن سكن اجتماعي خيري، كانوا كيعطيوها للعسكر الدراويش اللي ما عندهم شيء. هذه القصه ديال السكن وهذا الحي هذا، كانوا كيجيو يصلحوا لنا جوج المرات في العام. سلوحه ديال الطاقه ولا تارسات كانوا كيعدلوها، القرموط كانوا كيعدلوه. ملي جا استنكرنا وحقرنا ودابا دارنا لهم حنا مشروع، راه اكثر من عائله، اكثر من 80 عائله ساكنه هنايا. عندي 39 عام داخل فيها دابا حاليا. ملي كان الناس عندي عامين انا طهرت في هاد الحومات، وعندي الوالده ديالي، عندي الوالده ديالي تتجفف 20 عام وهي تتجفف ببلايا والدوله الحقوق ديالها. الوالده ديالي انا درويشه مره ما عندها والو نهائيا، ومع ذلك انا باقي حاليا خدام على الوالده ديالي، ما مجوج، ما عندي ولادي، ما عندي حتى شي حاجه، بان عيشي عايق تقول لي خرج غنخرجوا انا وياه، فهمتيني؟ بان ما خصنا يتعدى علينا، ما يقهرنا، ما نعملوا فتنه في البلاد. وعاش محمد السادس. تحياتي الاخوان كاملين بهاد الهضره اللي قالوها كامله صحيحه. لا انا كنقول لك بان احنا انا ما عنديش فين نمشي. انا واش انا فهاد السن هذا انا شريت من عندهم المفتاح، كنبقى ادي الواجبات كامله، انا مراه كبيره ما عنديش فين نمشي. واش انا غادي يحطوني في الزنقه؟ انا تنقول لهم انا ما خارجاش، انا لو انا وبنتي غنموتوا هنايا، انا ما غنخرجش. وهاد الناس هادو كاملين ما غاديش يخرجوا، كاملين ما غاديش يخرجوا، لان الناس ضعاف ما عندهمش. راه كاين اللي ما عندوش ما كيدخلش حتى 10 دراهم في النهار. كيفاش سميتها؟ كاينه بنت هنايا معاقه، كاين واحد السيد معاق، كاين واحد السيده كبيره معاقه، كاين اللي مختل عقلي، فين غيمشيو هاد الناس؟ احنا ما يجيش البراني يجري علينا. عاش محمد السادس والله ينصره، وإلا ظلمنا البراني سيدنا ما غيظلمناش، وبلادنا ما غتظلمناش، والحكومه ديالنا ما غتظلمناش، حتى واحد في بلادنا ما غيظلمنا، وحتى واحد ما غيتشر. كيفاش حنا في هذا السن هذا غنوليو متشردين؟ يجيو لنا حتى العواشر ويقهرونا، وقهروا هاد الامه هذه كامله. هاد الناس هادو اللي كاينين هنايا راه ماشي كلهم اللي خارجين، راه كلهم سميتو ما كاينينش، راه الا واحد الفئه اللي قليله كاينه هنايا، الا ما خرجوا راه تعمر هاد الحومه كامله. الله يرحم لك الوالدين سيدي، والله ينصرك، والله ينصرك، والله الا نصرك. انا كندعي معك في هاد العواشر، لما وقف مع هاد الناس هذا وقف معايا، انا راه ما غنخرجش من الدار ديالي، انا غنموت في الدار ديالي، انا غنموت في الدار ديالي، انا غنموت في الدار ديالي. كنفضل نموت في الدار ديالي على انني انا نتلاح في الشارع، على ما نتلاحش في الشارع. وهاد الناس هادو كاملين ما غيتلاحوش في الشارع. انا كنتوجه دعوه للحكومه كامله توقف معانا بكبيرها بصغيرها، وينصرونا ينصرونا، احنا مستضعفين في هنايا في هاد الباتيو هذا. كيفاش انا نخرج للشارع؟ انا غنموت في الدار ديالي، وهاد الناس كاملين ما غاديش يخرجوا، انا كنوب عليهم كاملين، حتى واحد ما غادي يخرج. ما عندنا فين نمشيو الا حنا، ما عندنا فين نمشيو. حنا كاين الناس هنا اللي عندها 70 عام، كاين اللي عندها 80 عام، كاين اللي ولدت ولاد ولاد ولاده هنايا، فين غنمشيو؟ سمعتيني هالراجل شو قداش هو خلق هنايا؟ سمعتيني 65 سنة عنده خلق هنايا، فين غنمشيو؟ جالسين ما علينا ما بينا، كنعملوا العواشر تخلطوا علينا، قال لك الإفراط،
ما جابوا هادي باين افراغ غير اجي نقول افراغ فين غادي نمشيو غايسيبونا كاين اللي عنده خمسه العواول كاين اللي عنده سته العواول اه والكرا ديالنا كنخلصوه 35 عام عندي هنايا اه وكنخلصوا الكراوات ديالنا فين غادي نمشيو انا جوج كلمات اللي قالوا هاد الناس كاملين راه انا حسيت به انا هادشي اللي كنت غادي نقول الكلمه اللي بغيت نقول دخلوا للديور كاملين غتشوفوا الاصلاحات كي دايرين كل شيء جديد اشنو عندنا حنا الحيوط هنا في الباتيوات 60 سنتيم عبرتهم بالسنتيم اذا الصندوق صحيح وخا يدوز حتى 200 عام وهو عنده 120 عام قرن و20 عام وتجي جوج القرون ما يطيحش لان حنا ملي كنمشيو عندهم نقولوا لهم اجيو عندنا حنا الباتيو ديالنا التحتاني شافوه بان طايح واحد البلاصه فيها العواد نو هذيك عيفو بلافون اما الحيط راه الفوق هذاك ايزينه ديك الزينه طاحت جاتنا حنا بعيده باش نصلحوها لان هما تيقول لك سيروا صلحوا نتوما نهار اللي جا الواد الحار جوج مرات هما كيعطيونا شفاهي وكيجيو وقفونا تيقولوا لنا صوبوا نهار سالينا جاو في الاخر قالك علاش صوبتوا خرجتوا القادوس هنايا قلت لي نتوما اللي قلتوا لينا ماشي حنا غادي نجيو نديروا وفين غنديروا صوالحنا عدنا كنخسروا الزبابل ديال الفلوس ثلاث سنين صوبنا الاول وسيمانه هذه صوبنا الثاني حنا كنا فقراء تحت الارض جاونا في هاد العواشر وقهرونا اش غنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل وكلمه وحده اللي غادي نقول عاش الملك كنهضر بالاسم ديال الناس اللي هنا كاملين الميساج اللي غادي نوصل للشركه حنايا ما خرجينش من هنايا انا ولادي غنموتوا هنايا ما خرجينش يعملوا معنا الحال جاو هما اذا شافوا هما الضرر علينا وخوفانين وعاملين مستعجل بان هذا الشيء غرافي بزاف يجيو الناس مسؤولين اخرين اللي عندهم خبره يجيو يشوفوا هذا السكن هذا بان هذا السكن هذا اللي كيقولوا هما في الخطر دابا عاد ولا في الخطر حتى عملوا مشاريع ديالهم راه فين علقوا بلان ديالهم شي عملوا اوتيلات وعملوا هنا قصريات عاد بان لهم ان الباتيو في خطر هاد السنين كاملة واللي هو عرف هاد الباتيو في خطر علاش كيشبر من عندنا كرا حنا ما جيناش على استولنا حنا هنا كنخلصوا الواجبات ديالنا الواجبات ديالنا حنا ما مستعمرينش وانا اللي انا مخلصة الواجبات ديالي وخاسرة فلوسي هنايا وما خرجاش وعايشة مالك وعايشة مالك وعايشة مالك انا ما خرجاش والميساج ديالي بغيت يوصل مسؤولين يشوفوا فينا فين الرحمن فهاد العواشر هاد الناس لي جاو كيقولوا لنا الافراغ حنا ما فهمنا والو جاو الناس بين ضحى وعشيه كيقول لك خرج حنا مخلصين الواجبات ديالنا عندنا كونطراطه ديالنا علاش غنخرجوا علاش غنخرجوا فين غنمشيو نتشردوا حنا ما عندنا فين نمشيو انا شريت كونطراطه بخمسة المليون 19 عام داخله في 20 عام وانا هنايا عندي ولادي هنايا عندي الراجل مريض فين غادي نمشي انا غنمشي نتسيب وهنايا الناس غير الدراويش هاد الباتيو فيه عيد الدراويش فيه الاغلبيه ديال الهجاجل هادي هي كتخدم على يماها هي عاد تزوج شكون اللي غيبقى يخدم على المراه تبقى المراه في الدار ديالها بوحدها انا بالنسبه لي انا نهار خدامه وثلاث ايام ما خداماشي ما عنديش شي خدمه مداومه عندي الراجل مريض ديما كتهزوا لي بولونسيه دابا انا نيت بغيت غير نهبطو في الدرج ما قدرتش انا الدواء ما كنجورش باش نشري ما كنجورش ما ناكل باش نقور له الفلوس الكرا انا كنعطيه ثلاث شهور وشهرين ملي كيكون عندي باش نوفر له الكرا ديالو باش ما يجيش يدق عليا وفي اخر ساعه كيجي يقول لي هو خرج علاش غنخرج انا ما عندي فين نمشي وراه باش يعمل هو المشاريع ديالو وراه واخا يعطينا ما عندناش باش نبنيو ما عندناش باش نكريو حنا ما عندناش دابا هاد المحكمه اللي قلنا ما عندناش باش نعملوا المحامي حتى هاد المحكمه ما كنعرفهاش انا بعدا حتى فيشات حنا النهار رمضان عيطوا نصوموا ترانكين مع ولادنا وندبروا العيش لولادنا ونفتشوا على المصالح ديالنا ونمشيو نخدموا على راسنا غنمشيو حنا نبقاو نفتشوا على المحاكم اللهم هذا منكر هذا السيد تعدى علينا الله ياخذ فيه الحق الدواء به الله في هذا العواش الله ياخذ فيه الحق وحنا ما خارجينش ما عندنا فين نمشي